سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو بصحه جيده. اليوم كيف العاده وصفه جديده. هذه الوصفه هذه متكونه من مكونات من المطبخ، يعني ثلاثه ديال المكونات. غادي نحتاجوا التفاح، من احسن البنات التفاح يكون خضر، استعملوا التفاح يكون خضر يعني احسن حاجه. غادي نحتاجوا البيض، بالنسبه لي انا البشره ديالي ناشفه البنات غنستعمل صفر ديال البيض، بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه غيستعملوا البيض ديال البيض. غادي نحتاجوا حتى الحليب، غنحتاجوا لواحد معلقه كبيره ديال الحليب. المهم البنات، هذه الوصفه هذه كتسمن الوجه بشكل يعني تدريجي، يعني تداوموا عليها ثلاثه المرات في الاسبوع. كي كتعرفوا ان الوجه اللي كيكون عامر يعني كيكون زوين، و الى مثلا الجسم يعني ديالنا ضعاف والوجه حتى هو ضعاف، ما كيبقاش الوجه تيبان بيض، يعني كيبدا بحال تيزرق. المهم هاد الوصفه هادي راه زوينه، مفيده بزاف، اللي تتسمن الوجه بواحد الشكل اللي زوين بزاف. بالاضافه لهاد الخاصيه هادي ديال تسمين الوجه بالتفاح، عندنا حتى مكونات اخرين، يعني البيض، وعندنا الحليب. الحليب اللي كيتعتبر واحد المبيض قوي للجسم، وكيتستعمل في بزاف ديال المنتوجات والكريمات. وعندنا حتى البيض، هو زوين بزاف ومفيد للبشره. هاد الوصفه يعني متكامله، بالاضافه كما قلت لكم لهاد الخصائص ديالها ديال تسمين الوجه، عندها حتى واحد المزايا اخرين اللي هما انها كتقاوم التجاعيد، يعني ظهور التجاعيد المبكره. ايضا تتقلل او تتحد من ديك الزرقية اللي كتكون تحت العينين، يعني الهالات السوداء. تتفتح لينا البشره يعني بشكل تدريجي، كتحد لينا من ظهور يعني دوك البقع اللي تيكونوا قهويين على الوجه. زوينه بزاف الكلفه البنات، حتى هو راه تتحد منه يعني تدريجيا، تينقص شويه بشويه بشويه حتى كيتحيد. يعني بصفه عامه هذه الوصفه هذه تتبيض الوجه وكتوحد اللون ديالو، تتحد من دوك التصبغات ديال الوجه، ما تيكونش اللون ديالو موحد، وحتى دوك الخطوط اللي كيظهروا على البشره حتى هما تيختفيو بهاد الوصفه هذه. يا البنات رائعه بزاف والله العظيم البنات، الى زوينه هاد الوصفه هذه. وكي كتشوفوا انا المكونات ديالها مكونات طبيعيه اللي من المطبخ. المهم كيف ما قلت لكم البنات، غير خاصكم تداوموا عليها، يعني الوصفه ما تستعملوهاش مثلا نهار في السيمانه وتقطعوها شهر، الا يعني خاصكم تداوموا عليها ثلاثه المرات في الاسبوع. وكيف ما قلت لكم، بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم جافه يستعملوا اصفر البيض، بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه يستعملوا ابيض ديال البيض، بالنسبه للبشره ديالهم ما بين وبين يستعملوا شويه من الصفر وشويه من الابيض. المهم انا البشره ديالي جافه، انا غنستعمل اصفر البيض البنات. المهم اول حاجه غادي نديرها هو غادي نحك التفاح، غادي نحكه هنايا. من احسن ما تقطعوش بالسكين او الموس، لان تيحيد ليه دوك الفيتامينات ديالو، داكشي من احسن تحكوه في الحكاكه، يعني هكذا نيشان، ما تقشروه ما حتى شي حاجه، يعني تحكوه بالقشره ديالو، لان القشره ديال التفاح فيها بزاف ديال الفوائد البنات. المهم انا غنحك التفاح وارجع معاكم. انا دابا حكيت التفاح البنات، حكيته في الحكاكه، ها انتم كي كتشوفوا معايا، تتغسلوا التفاحه وتتحكوها. مهم كتحكوها يعني سير بلاص، تخلطوا بها الوصفه، ما تحكوهاش وتمشي وتخليوها وعاد ترجعوا ليها، يعني خاصها تكون يلا حكيتوها تكون باقا طريه. المهم هاي التفاحه البنات حكيتها في الحكاكه يعني رقيقه، ها انتم بالقشره ديالها، ها انتم الماء ديالها. المهم كتحكوها كيف قلت لكم طريه، ومن احسن تستعملوا التفاح اللي يكون خضر. غادي نستعمل هاد الصفر ديال البيضه البنات، انا خديت هنايا غير بيضه متوسطه، بيضه بلديه. غادي نزيد عليها، غنزيد شويه الحليب،
مقدار يعني معلقة كبيرة صافي. وغادي نخلطوا الوصفة أو الخليط بهذا الشكل هذا. وصفة زوينة البنات، إلا تبعتوها غتشوفوا واحد النضارة على البشرة، والبشرة ديالكم غادي تولي زوينة بزاف، وغادي توحد ليها اللون ديالها، ما غاديش تبقى غامقة وكتحد حتى من التجاعيد البنات المبكرة. ها انتم البنات الخليط كيفاش ولا، كيولي بهذا الشكل هذا. من احسن البنات انكم تستعملوا وصفات طبيعيه، كي كتعرفوا اننا ملي نوصلوا للسن ديال 30 وما فوق تيبداو كيظهروا دوك الخطوط يعني الخفيفه ديال التجاعيد المبكره، وهكا يعني باش نحدوا من التجاعيد نستعملوا خلطات ووصفات يعني طبيعيه اللي تكون من المنزل، فحال الخيار، فحال التفاح، فحال الموز، فحال البطاطس، فحال الجزر، يعني يعني كل حاجة طبيعية يعني مفيدة للبشرة، راه كتغذي لينا البشرة ديالنا. وكذلك تستعملوا حتى الكريمات ديال لي زونتياج، حتى هما راهم ضروريين واساسيين تستعملوهم في حياتكم اليومية، يعني كاين ديال الليل وكاين ديال النهار، يعني ضروري باش هكا البشرة ديالكم تبقى دائما مشرقة، وتبقى دائما كما تنقولوا المنع ظهور التجاعيد ولو نسبيا. هانتوما البنات الوصفة او الخليط كيفاش ولا، بهذا الشكل هذا. كتستعملوه البشرة ديالكم كيف ما قلت لكم 3 المرات في السيمانة، كتطبقوا هذا الخليط على البشرة، كتخليه 20 دقيقة البنات، 20 دقيقة، ومن بعد تتغسلوا البشرة ديالكم عادي. هذه الوصفة هذه كتعمل على تسمين الخدود بشكل يعني تدريجي، يعني مرة على مرة غديروا هذه الوصفة عاد غتبان النتيجة، يعني ما تبانش في المرة الأولى. راه كاين شي وصفات اللي خاصنا ضروري نتبعوا عليهم لأنهم وصفات طبيعية، ما يمكنش النتيجة تكون في البلاصة. المهم نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه لأنها فعلا مفيدة البنات، مفيدة مفيدة مفيدة. انا اي وصفة تنديرها تنحاول انني نشاركها معاكم حتى انتم تجربوها، علاش لا. المهم حاولوا انكم تبارطاجيو الوصفة بزاف البنات، بارطاجيوها في الواتساب عندكم مع الصديقات ديالكم الاقارب العائلة، وما تنسوش تخليوا لي لايك البنات، عافاكم لايك الفيديو عافاكم. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناة، وعلى الوفاء ديالكم كذلك للقناة، وعلى الكومنتيرات والتعليقات الرائعة اللي كتخليو ليا. ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله مع وصفة جديدة، وفي امان الله.